مقارنة يعني عدد الأيتام بأعداد الدور، يعني هذه مقارنة صعبة جدا، أعداد الدور جدا قليلة، لذلك يعني هنا كيف ممكن أن يكون دور المؤسسات الحكومية على الأقل لتتحمل أعباء يعني أو أعداد هذه الأعداد الكبيرة من الأيتام؟ نعم طبعا، هي الشيء اكيد المفارقه كبيره جدا. يعني اليوم احنا عندنا اعداد هائله كثير اليوم من الاطفال اللي هم يعني يتيم الابوين، يعني مو فقط مثلا الاب او الام، لا يتيم الابوين اللي تعذر اليوم مثلا وجود عائله ترعى هاي الاطفال. فالمشكله هنا اليوم وجود عدد قليل من دور الايتام، يعني تنحسب على الاصابع يجوز 3 4 ببغداد، واما المحافظات يمكن دار كل محافظه واكو بيهم حتى ماكو دار للايتام. فهذا الشيء اكيد راح يزيد كثير من المشاكل. اليوم لدينا كثير من الاطفال يعني تلتحف الارصفه والشوارع، يعني ما عندهم اليوم سقف ياويهم. كثير من الايتام اليوم متسربين على المقاعد الدراسيه، كثير من الايتام يتسولون في الشوارع. وهي ولدت شيء، هاي اليوم عدم الرعايه من المؤسسات المعنيه او من الدوله لهاي الاطفال، شيء اكيد زادت يعني من مشاكل الاطفال. اليوم عندنا اطفال يعني للاسف لم ياخذوا حقوقهم كاطفال، يعني مثل اقرانهم بقيه اطفال الدول الاخرى. يعني طفل اليوم يحرم من ابسط مستلزمات الحياه البسيطه او الكريمه، يعني بدون ماوى، بدون لقمه عيش نعم. كريمه او نعم. بدون مقاعد دراسيه. فهنا اليوم طبعا المسؤوليه تقع على الجهات المعنيه، اليوم على وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، على المحافظه، على يعني الجهات اللي تختص اليوم بالطفل. اليوم للاسف نفتقر لكثير من الدور اللي ترعى هاي الايتام. طيب دور احنا نعم. اليوم حتى حقوق ما لهم، حتى رواتب، يعني كثير اليوم من الارامل اللي عندها اطفال ايتام اليوم للاسف بدون راتب رعايه. يعني الرعايه يمكن انا اشوف يعني قد ما اشاهد اكو ناس ما تستحق الرعايه وهي دا تستلم، لكن هاي العوائل الفقيره اللي يتعذر عليها مثلا تسليم معامله او مستمسكات او الذهاب الى الجهات المعنيه تشوفينها بدون راتب نعم. رعايه. نعم للاسف ست خلود، يعني هذا واقع الحال، انه هناك الكثير فعلا من الارامل لديهم الاعداد الكبيره من الايتام، وللاسف انه فعلا راتب الرعايه ما محصلين لحد الان، واللي دي يحصلون هذا الراتب قليل جدا من نعم. ظاهي متطلبات الحياة. طيب ذكرتي نقطة مهمة ست خلود، مسألة وجود يعني الأطفال المتشردين في الشوارع ويتم استغلالهم من قبل عصابات، سواء كان عن طريق التسول أو وسائل أخرى، بيعهم أو بيع أعضائهم وغيرها من الطرق والأساليب اللي يستخدموها. طيب يعني كيف ممكن نحد من هذه الظاهرة؟ طبعا خل أذكر لك أكو قبل فترة لقاء كان على بالتحديد على قناه العراقيه، نعم اني واحد يعني الضباط بالشرطه المجتمعيه، والرجل اتحدث بعباره يقول احنا ما عندنا الدور الكافيه، وجدنا الكثير من الايتام اللي يتسولون. يعني انا بدي احكي لك عن مسؤول دا يحكي، يقول نعم. احنا الكثير من الايتام الموجوده بالطرقات حتى وان اخذتهم مثلا السيطرات او المنتسبين بالداخليه، يقول مجرد ما ناخذهم مثلا مرات تصير فد جرائم، مرات تشوفين هاي الاطفال اللي دا تتسول بالشوارع، حتى يعني مثلا تصير سرقات بسيطه لان طفل هذا يعني بشارع يعني لقمه عيش ما عنده، فشيء اكيد راح يتعرض الكثير من المشاكل ويكون يعني عرضه للجهات الارهابيه، عرضه للناس اللي تستغلهم استغلال بشع. فهنا الطامه الكبرى يقول ما عندنا، لا عندنا دور ايتام تؤويهم، ولا عندنا يعني الجهات اللي تحتوي وتحتضن هاي الاطفال. لذلك نضطر احنا بعد ذلك مجرد ما يروحون للمراكز بعد ذلك نخرجهم، يقول لان ما عندنا دور. اذا الدار يمكن يكفي مثلا فد 100 من الايتام، احنا عندنا بالملايين اليوم، احنا وصل اليوم العدد الى 3 مليون يتيم. هنا المشكله والطامه الكبرى هاي هذا العدد ويزداد العدد. هنا ماكو فد وجه مقارنه بين
ما يعيشه هذا الطفل وما بين هاي الدور اللي تفتقر لي نقول اليوم هم ايضا كثير من الدور اليوم يعني حتى المعامله مع احترامي للدور اللي تتعامل بانسانيه، لكن اكو دور حتى معامله انسانيه ما عندهم مع الاطفال.